سبحان الله كتبهم هي دواء حزب الفرج للسيد احمد الرفاعي، محي الدين احمد، محي الدين الحسيني، الحسن الانصاري، الرفاعي، يلي دعاء البر، البر لكل داء، رواه يعسوب الاولياء الامام علي بن ابي طالب، بعدين مصباح المنير للامام ابو الهدى الصيادي، شيخ الرواس وعبد الحكيم استقبال الدمشقي، صديق الوالد سيد يوسف، السيد هاشم الرفاعي، زين النائب شيخ الطريق رفع سمو دوله الكويت، مجدد طريقهم. سبحان الله فتحت فطلع معاي نقرا سيره الامام السيد احمد الرفاعي مؤسس طريق رفع الصوفيه مقامه في العراق. يقول هني فائده، ولد صاحب الحزب سيدنا الامام احمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وعنا به سنه 512 هجريه، ومدت له في عام حجي جده رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من القبر، فشرف علنا بتقبيلها، وذلك سنه 555. يعني كان عمره 38 هجرية، وقد رآها الألوف وتواترت خبرها في الشرق والغرب بين المسلمين، وتوفي رضي الله عنه ودفن في رواق بأم عبيدة، ويسمونها أم عبيدة في واسط بالعراق الناصرية الحين بالعمارة، أم عبيدة في واسط العرب العراق بالقرب من البصرة المحمية اللي فيها السيد رجب الرفاعي جدنا بعد، وكانت وفاته سنة 578، يعني عاش تقريبا 578 66 سنة، 612 يعني 66 سنة، الرسول صلى الله عليه وسلم 64 سنة، وقد ومدة عمره لله، وشغلي في الحياة الدنيوية الله، وحساب وحساب لفظ الجلالة مدة عمره الشريفة وهو 66 سنة الله، وقد انتهت إليه نبوة الفضائل في عصره، وإليه ترجع سلاسل القوم على الغالب، وقد تعالت منزلته في القطبية والغوثية وبالجملة، فهو خلاصة الآل وسلطان الرجال، هيهات أن يأتي الزمان بمثله، إن الزمان اللي بمثله لبخيل. الله عنه وعن إخواني أولياء الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هو الوالد بعد السيد يوسف الرفاعي حصل على القطبية والغوثية.